وللمزيد حول الأوضاع في مخيم جنين مع استمرار العملية العسكرية هناك، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي والباحث السياسي الفلسطيني محمد القيق. مرحبا بك معنا. حياكم الله. كيف تقيم الأوضاع بعد مرور يومين على العملية العسكرية في جنين؟ من الواضح جدا أن العملية فاشلة حتى اللحظة، لأن الاحتلال الإسرائيلي وعبر جهاز الأمن العام المعروف لديهم بالمخابرات الشباك قد طلب 72 ساعة للانتهاء من هذه العملية، فإذا به في منتصف الطريق تفجر العبوات في الآليات. عدد المعتقلين 120، ولكن المطلوبين لم يعرف حتى اللحظة من اعتقل. المتفجرات والأكواع والعبوات الناسفة لا زالت تنفجر، ليس في داخل المخيم وإنما في خارج المخيم. أضف إلى ذلك محاولة عزل الحاضنة الشعبية التي تمارسها إسرائيل في كل اجتياح وفي كل مواجهة مع الفلسطينيين، اليوم فشلت فشلا ذريعا. الحالة الوطنية والحالة الشعبية قامت بعملية واسعة من الانتشار في كل أنحاء الضفة الغربية، وهناك مواجهات في كل بؤرة في ساحات الضفة الغربية. هناك مسيرات في قطاع غزة، هناك مسيرات في الداخل المحتل. كل هذا المشهد يضعف ويفشل العملية العسكرية. علاوة على ذلك، الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه سيدخل إلى جنين لكي ينتهي من ملف المقاومة في الضفة الغربية، ظنا منه أن هذا المشهد سينتهي، وكان التقدير خاطئ جدا. المشهد وعملية جنين صداها اليوم كان في تل أبيب بعملية للمقاومة هناك، وأيضا صداها في عمليات إطلاق النار على الحواجز والمركبات الإسرائيلية في كل أنحاء الضفة الغربية والمواجهات المشتعلة والمستمرة. وبالتالي التقدير خاطئ، والنجاح يعد للمقاومة لأنها اتخذت سياسة الاستنزاف والمفاجأة والتوقيت في إطار تكتيكها الجديد الذي جاء بعد الهجوم على غزة، وهذا الآن ينجح في مقابل محاولة الاحتلال عزل الساحات. فإذا بالساحات تتوحد مقابل الفشل الإسرائيلي كما بدأتم بالحديث سيد محمد، ولا سيما أن عملية اليوم في تل أبيب خلطت الأوراق لدى الاحتلال، يعني هو الذي جاء مقتحما إلى جنين ومعتديا عليها تحت دعاوى الحفاظ على الأمن الإسرائيلي، ملاحقة المطلوبين والمقاومين الذين يشتبكون مع قواته بين الفينة والأخرى، وإذ به يتلقى صفعة في تل أبيب ومن شاب من مدينة أخرى من الخليل. السؤال اليوم عن هذه المدينة وهذا المخيم الذي يناطح المخرز الإسرائيلي، ولا سيما أن المقاومين الذين يقودون هذه المرحلة هم من الذين ولدوا بعد المعركة الأشرس والأصعب والأشد في عام 2002، يعني كلهم بين 20 إلى 22 عام إنجاز التعبير. كيف يمكن أن نعلق وسط حديث عن تنامي المقاومة كخيار للشعب الفلسطيني؟ أنت سلطت الضوء على نقطة مهمة في سؤالك هذا، وهو يختزل في معادلة الترويض. بعد عملية الاحتلال 2002 وكان هدفها الرئيس نزع المقاومة من الضفة الغربية، كانت جنين تحت النار، ومن ثم جاء ملف إعادة الإعمار. إعادة الإعمار هذا ظنوا منه أنه سيروض أهالي جنين، وستكون المعادلة التي أعدها الجنرال الأمريكي دايتون في ترويض الفلسطينيين وفي تغيير العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، خاصة أن عدد كبير من الأجهزة الأمنية الفلسطينية شاركوا في المقاومة في الانتفاضة الثانية. هذا الجنرال الأمريكي استلم أمن الضفة الغربية، حاول تغيير منهجية الشارع الفلسطيني والحاضنة الشعبية من خلال توجيه الناس إلى الاقتصاد وإلى الحياة الترفيهية والرفاهية والإعمار وغيرها. في نفس الوقت كان يلعب على وتر تغيير العقيدة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية. استمر هذا العقد الذهبي للإسرائيليين بالأمن والأمان، فإذا بهذه المعادلة تنسف نسفا كليا. لعل أبرز معالم هذا النسف كان 2015 مع انتفاضة القدس والحجارة والسكاكين والسيارات والدعس، تطورت هذه المعادلة إلى 2021 سيف القدس الذي فتح النار وعزز الجبهة ووحد الحاضنة الشعبية.
انخرطت في خلاله كتيبة جنين وعرين الأسود والمقاومة وغيرها من المجموعات، وتعزز لدى الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية معادلة المقاومة التي كانت غزة قدوة رئيسية في التعامل فيها، ومن ثم انخرطت هذه المدينة والمخيم من جديد في المشهد رغم وجود كل الإغراءات لهم، الوظائف، المناصب، إعادة الإعمار، كل هذا داسته جنازير الدبابات لأنهم لا يريدون أن تداس كرامتهم بهكذا معادلة دون أن يأخذوا حقوقهم، وهذا أمر طبيعي لدى الشعب الفلسطيني. نقطة أخرى أستاذ محمد في تقييم المشهد تتعلق بمبالغة الاحتلال في التعامل مع بضعة عشرات من المسلحين غير المدربين تدريب عالي، أسلحة خفيفة وخفيفة جدا، بعض العبوات والمتفجرات هي صناعة محلية يعني توصف بالذكية والعبقرية كما يصفها الاحتلال. في المقابل يحشد الاحتلال أكثر من 1000 جندي وعشرات الآليات والطيران الحربي من أجل أن يشتبك مع مجموعة من الشباب، وشهدنا كيف التف الجمهور الفلسطيني والشعب الفلسطيني حولهم وصور التضامن في الحقيقة التي شهدناها في جنين وفي غيرها. ألا تخجل حكومة الاحتلال من ذلك وهي تتابع على أعلى المستويات مجريات هذه العملية؟ لا خجل في الناحية الأمنية، المشهد ليس تهويلا، المشهد في النظرية الأمنية هو خطر يتوسع وخطر محدق، وفي تقدير المخابرات الإسرائيلية أن ما كان في الضفة الغربية في 2000 سيعود إن لم يكن هناك عملية عسكرية لإنهائه، وهذا ما حدث في جنين. هم لا يرون أن هناك عبوة ناسفة وفقط، هم يرون ما بعد هذه الرؤية أن هذه العبوة ستكون غدا في باص في داخل تل أبيب، وبعد غد ستكون في معسكر للجيش، وبعدها ستكون في مطار بن غوريون. لذلك هم يرون أن المعادلة في جنين، إن كان لدى المقاومة بقعة جغرافية يسيطرون عليها، فهذا يعني أنه مزيد من الأسلحة النارية. ونحن هنا نميز، الاحتلال يخاف ويعتبر الموضوع خطير حينما يتم وجود سلاح ناري بيد المقاوم الفلسطيني، هذا أمر خطير لديه، فما بالك بعبوات ناسفة، وما بالك بصواريخ ومحاولة إطلاق الصواريخ كما حدث في غزة. غزة شهدت هذا المشهد في بداية تشكل الحالة القوية للمقاومة، حينما كان الاحتلال يحاول أن يدخل ليأخذ عبوات الشواظ والعبوات العادية وصواريخ القسام التي طولها 5 كيلو. الآن غزة تقصف تل أبيب وتأسر الجنود ولديها الأنفاق. في جنين المعادلة الجغرافية في كل الحالة الثورية للشعوب، حينما يتم السيطرة على منطقة جغرافية يتم من خلالها تجنيد التركيز، غرفة العمليات، العبوات، مضاد الطائرات وغيرها، ويتم تشكيل خلايا الإسناد وخلايا التسلح وخلايا الهجوم وخلايا الدفاع وغيرها من المسميات العسكرية. الاحتلال الإسرائيلي يرى بأنه منذ 2 هناك حالة خطيرة في مخيم جنين وفي نابلس، حاول التخلص منها في بعض العمليات العسكرية الخاطفة، فشل فشلا ذريعا، حاول إدخال السلطة التي حاول يستخدمها أن يستخدمها أمنيا، لأنه لا يوجد للسلطة الفلسطينية أي دور سياسي في الضفة الغربية، فقط هو دورها أمني من خلال التنسيق الأمني، لأنها لا تحمي المدن ولا تقوم بدورها حتى على أبسط الملفات، وهو اتفاقية أوسلو سيئة الذكر، لا يمكن تطبيق أي بند فيها لصالح الفلسطينيين، فقط يطبق التنسيق الأمني للإسرائيليين. حتى استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية فشل، وفشلت كل المعادلات، وبالتالي بات أمامهم لزاما عملية عسكرية، ظنا منهم وتقديراتهم خاطئة أن هذه العملية ستنهي الملف. فإذا بهذه العملية تعزز المقاومة في مخيم جنين، تربط الجبهات أكثر وأكثر وتوحد الجبهات، بل على العكس، جبهة الضفة الغربية التي يتحرك منها فقط هو جنين، طول كرم، نابلس وأريحة من 11 محافظة، فما بالك أن هذه العملية فتحت النار على الإسرائيليين. والأيام القادمة سنرى أن جبهة الضفة الغربية تحركت فيها زوايا أخرى، كما الخليل اليوم في تل أبيب، وكما غيرها من رام الله وغيرها من المناطق. الأيام القادمة الكاتب والصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر سكايب.